مشاهدينا الكرام، اسعد الله اوقاتكم بكل خير. اهلا بكم في حلقه جديده من قضاياكم. لا شيء غير الحوار الوطني يسيطر على الساحه اليمنيه. من سيشارك؟ من سيتغيب؟ ما الذي سيطرح على طاوله الحوار؟ وما هو شكل الدوله المتوقع بعد الحوار؟ والى اي مدى سيستطيع الحوار حل المشاكل العالقه في اليمن؟ وقبل ذلك، ماذا عن توقيت هذا الحوار الذي أصبح أيضا مهما بالنسبة لشريحة كبيرة خاصة من الشباب المستقلين؟ طبعا نحن نسجل هذه الحلقة قبل أيام من انطلاق الحوار الوطني، ربما يتغير أو تتغير الكثير من الأشياء، لكن نحن هنا نحاول أن نسلط الضوء على ما تبلور حتى الآن من رؤية حول مؤتمر الحوار الوطني والمشاركين، وأيضا من باتت مشاركتهم شبه جاهزة سيشاركون تقريبا أو سيتغيبون. ضيوفي سيقرؤون في هذا الموضوع بالنسبة للفئات السياسية أو للجماعات السياسية التي لم تحسم أمرها حتى الآن. أرحب بكم جميعا وأرحب بضيوفي هنا في الاستوديو. الأستاذ راجح بادي، المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء. مرحبا أستاذ راجح. وأيضا الأستاذ علي العماد، عضو مؤتمر الحوار الوطني المقبل عن قائمة أنصار الله. مرحبا أستاذ علي. وأيضا الناشط الشبابي يوسف مرعي. مرحبا يوسف. والناشطة في الثورة الشبابية عفراء الحبوري. مرحبا عفراء. بعد الترحيب بالجميع، خلينا نبدأ مع الأستاذ راجح بادي. أستاذ راجح، الآن تقريبا الصورة باتت أكثر وضوحا من ذي قبل. هل سيعقد مؤتمر الحوار الوطني من وجهة نظرك في موعده المحدد 18 مارس؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة لموعد انطلاق الحوار، أنا أعتقد من وجهة نظري الشخصية أنه إلى الآن لا توجد مؤشرات أنه هذا المؤتمر سيتم تأجيله أو تأخيره عن موعده المحدد. الترتيبات تسير بشكل سليم وسلس. هناك إرادات سياسية حقيقية داخل البلد، لدى القيادة السياسية، لدى القوى السياسية، لدى القوى الاجتماعية. غالبية القوى الاجتماعية في البلد، هناك إرادة دولية قوية باتجاه أن ينطلق الحوار في موعده. وأعتقد أنه لم يتم تحديد موعد الحوار في 18 مارس إلا وكانت هناك شبه تأكيدات من كافة أو غالبية الأطراف السياسية في الساحة أنها ستشارك في مؤتمر الحوار. إلى الآن لا نجد أو لا نلمس أن هناك يعني عراقيل حقيقية قد تفضي إلى تأجيل الحوار هذا إلى هذه اللحظة. والأيام القادمة إذا هناك شيء جديد ربما، لكن المؤشرات إلى الآن ولله الحمد تسير، وخطوات تنظيم من قبل الأمانة العامة للمؤتمر الحوار الوطني تسير باتجاه انعقاد انطلاق أعمال المؤتمر الحوار الوطني في 18 مارس القادم. معلوم أنه الحالي. نعم الحالي. معلوم أنه تقريبا من أهم النقاط إن لم تكن هي الأهم هي نقطة أو موضوع القضية الجنوبية. المؤتمر الجنوبي الذي كان في دبي قبل أيام خرج ببيان، البيان قال كان غامض إلى حد ما، قال بأنه الحل المشكلة الجنوبية هو عن طريق الحوار السلمي، لكن مع من، كيف سيتحاورون، لم تقدم أسماء الكثير من بعض فصائل الحراك الجنوبي قدمت، لكن الكل لم تقدم. هذا ألا يكفي أن يكون مشوشا للبعض أو جانب غير مطمئن للبعض بأن الحوار قد يتأجل؟ هو لا شك أنه مشاركة كافة القوى الموجودة داخل الحراك الجنوبي، إذا شاركت جميع القوى الفاعلة داخل الحراك في مؤتمر الحوار، هذا سيضمن أنه الحوار فرص نجاح الحوار تكون أكبر. لكن إلى الآن زيارة الرئيس عبد الرب المنصور هادي الأسبوع الماضي في عدن حققت نجاحات جيدة. هناك بعض القوى التي التقاها الرئيس عبد الرب المنصور هادي أبدت موافقة صريحة للمشاركة في الحوار. هناك أطراف إلى الآن لا زالت مترددة داخل الحراك الجنوبي، تتقدم خطوة وتتراجع خطوة. هذه الأطراف إلى الآن لم تحسم موقفها. أتوقع أنه خلال الأيام القليلة القادمة التي تفصلنا عن موعد انعقاد انطلاق أعمال الحوار، ربما نشهد بعض هذه الشخصيات والقوى المترددة داخل الحراك الجنوبي أن تحسم موقفها باتجاه المشاركة في الحوار. هناك قوى يعني معروف من البدء والمؤشرات تشير إلى أن هذه القوى داخل الحراك لن تشارك في مؤتمر الحوار الجنوبي. وأعتقد هناك ضغوط حقيقية من المجتمع الدولي
على هذه القوى أن تشارك في مؤتمر الحوار الوطني. هناك رسالة واضحة نقلها السيد جمال بن عمر ونقلوها سفراء الدول العشر الراعية للمبادرة، أن المجتمع الدولي لن يسمح لأي طرف أن يحقق أي مطلب له إلا عبر طاولة الحوار. لا مجال للعنف، لاستخدام العنف أو السلاح في اليمن لأي طرف سياسي. وقبل رسائل المجتمع الدولي أو رسائل بن عمر، أنا أعتقد أنه أي طرف سياسي أو أي قوة اجتماعية داخل البلد تعتقد أنها بقوة السلاح ستستطيع أن تلوي ذراع الأطراف الأخرى أو تفرض شروطها على الآخرين، هذا يعتبر حمق سياسي. لن يستطيع أي طرف مهما كانت قوته في الساحة اليمنية أن يحقق أطرافه إلا أن يحقق مطالبه إلا عبر طاولة الحوار فقط. أستاذ علي العماد، أنصار الله قائمة الحوثيين كانت من أوائل القوائم التي سلمت لمؤتمر الحوار الوطني، لكن أيضا في المقابل كان هناك الكثير من الملاحظات، إلى درجة أنه لا يريدون مثلا السفير الأمريكي أن يحضر في بعض الجلسات وسينسحبون. نقطة أخرى أنه الأجواء غير مهيئة بالكامل. رغم تقديمكم من وجهة نظر البعض طبعا في قائمة أنصار الله وفي حركة الحوثيين بالتحديد، رغم تقديم القائمة الآن، هل لديكم أي شكوك بأن المؤتمر غير جاهز أو أنكم تطالبون بتأجيله أو شيء من هذا القبيل؟ طبعا يعني بالنسبة لموضوع التهيئة للحوار، إذا كان هناك يعني ما يطرح في هذا الموضوع طرحت اللجنة الفنية التي يعني تتضمن أكثر الفعاليات الموجودة، القوى السياسية الموجودة طرحت نقاط معينة من المفترض أنها يعني نفذت هذه النقاط قبل الدخول والولوج في الحوار الوطني، ولكن كما هو معروف يعني أنا أقصد هنا موضوع النقاط العشرين يعني لم يحضر لها، وحتى لم تكتب حتى آلية للتنفيذ، وحتى لم يعني تحصل الخطوة الأولى لتنفيذ مثل هذه النقاط. كذلك يعني نرى أنه إحنا بالنسبة لنا يعني كأنصار الله نرى أنه الدخول في العملية السياسية، الدخول كذلك في مسألة الحوار الوطني هو شيء مطلوب، يعني مهما تصارعت الأطراف في الأخير ستتجه إلى الحوار الوطني. موقفنا من التدخلات الخارجية أو من وضع يعني خاص مع الولايات المتحدة الأمريكية يأتي من فهمنا الواقع الولايات المتحدة الأمريكية وفهمنا يعني لكيفية وجودها في المجتمع، كذلك في الوضع السياسي. نرى أن تدخلها ليس تدخل يعني قوى دولية تحاول على إيجاد قواسم مشتركة أو تعاون بين الأطراف، وإنما يعني تحاول أن توجد نفسها كقوة يعني أستطيع أن أقول استعمارية، يعني تحاول أن تفرض يعني أجندة معينة. ولهذا لنا موقف خاص، لكن هذا الموقف يعني أستطيع أن أقول هنا أنه لن ينتقل إلى المؤتمر الحوار الوطني. موقفنا سيكون موقف الرافض للتدخلات الأمريكية بطرق وبوسائل ديمقراطية مكفولة لنا داخل يعني مؤتمر الحوار، لكن بأدوات أخرى غير الانسحاب في الفترة القادمة. عفراء الحبوري، بعض الناشطين المستقلين في الثورة الشبابية الشعبية كان لديهم اعتراض على موضوع التوقيت لأنه يصادف يوم جمعة الكرامة، ماذا عن التوقيت بالنسبة لكم؟ طبعا التوقيت كان خاطئ بغض النظر عن التهيئة التي تحدث عنها الأستاذ علي والتي طالبنا بها مرارا والتي لم تتم حتى الآن، لكن تجاهلوا التهيئة وتجاهلوا أيضا ذكرى مؤلمة ليس فقط للثورة وإنما للشعب اليمني أجمع، سقوط أكثر من 53 شهيد، مئات الجرحى. في هذا اليوم كان يجب على هذه القوى أن تضغط على الحكومة وعلى الدولة لإظهار القتلة، لمحاكمتهم، لإرساء العدالة. كان يجب بهذا التاريخ أن يتم هذه الأشياء، لا أن يقوم غسل هذه الجريمة بمؤتمر حوار. من الذي قال ستغسل الجريمة بالحوار؟ أين القتلة؟ أين المحاكمة التي تمت؟ يعني كتهيئة للحوار يجب أن يدخل الناس على الأقل بنفوس راضية، ارسل العدالة وادخل الحوار. لكن الشباب أيضا شاركوا، كل القوى شاركت، يعني الأمر ربما يكون بالعكس أنه سيطرح مثل هذه المواضيع حتى المخفيين قسريا والشهداء وغيرهم، المؤتمر هو أنسب لأن تطرح مثل هذه المواضيع. لكن أستاذ العزيز، لا حوار في الحقوق، الحقوق يجب أن تكون عبر قرارات وعبر مؤسسات الدولة والحكومة، لا أدخل أحاور أنا في الحقوق. أنا إيش ضمني مثلا أنا لما أدخل الحوار ما أحاورش اللي قتل زميلي أو صديقي أو أخي أو جاري. كان يجب الحوار أن لا يتم إلا بعد تصفية هذه الشخصيات الفاسدة، المجرمون كان يجب تصفيتهم من البداية، أقصد بالتصفية ليس التصفية الجسدية ولكن عبر محاكمات وتحصل غربلة في الساحة السياسية لكي يكون الحوار للمستقبل. من سيدخل الحوار هو من يجب عليه أن يكون جزء من المستقبل ويكون جزء من البناء، لا أن يكون أحد المعرقلين أو القتلة أو الفاسدين. يوسف مرعي، في الشارع الجنوبي ربما كلم طالب، وقبل أسبوعين نحن كنا هنا في البرنامج، البعض تحدث عن موضوع حوار دولة ند لدولة أخرى، لكن الكثير من فصائل الحراك قدمت قوائمها إلى الحوار الوطني. أيضا مؤتمر دبي الذي كان مؤتمر الجنوبي قالوا بأنه الحوار هو الأنسب لحل القضية الجنوبية والحوار السلمي، ماذا عن الشارع؟ بداية
أنا أثمن أن لا أكون شماليا أو أن أكون جنوبيا، أمنيتي الوحيدة أن أكون يمني، لكن الواقع يحول دون كثير من الأمنيات. لا يوجد أي شيء على الأرض يطمن الجنوبيين على الدخول في الحوار، سواء الحراك أو غير الحراك أو أي جنوبي آخر. هذا وضع الشارع بالنسبة للحوار الندي الندي، متروك لما سيقرر قادة الحراك. هم دعوا أكثر مرة إلى مؤتمر حوار جنوبي جنوبي، لكن الآن ربما قلت لك أنا في البيان الختامي لمؤتمر دبي قالوا الحوار السلمي، البعض قرأ في ذلك إشارة إلى موضوع الحوار الوطني، الدخول في الحوار الوطني. أنتم مع الدخول في الحوار الوطني؟ مع الدخول في الحوار الوطني. أنت قرأت بيان دبي، أكثر مركز فيه الحاضرين على ضرورة إنجاح مبادرة أو تدخل الإقليم بمبادرة تضمن للجنوبيين الدخول في الحوار، مبادرة إقليمية على نمط ما طرح في الثورة الشبابية الشعبية، طرح في الثورة الشبابية الشعبية التسوية الخليجية التي حدثت بين مراكز النفوذ الأكثر. أستاذ راجح بهدي، بالنسبة للتهيئة، بالنسبة للنقاط العشرين، بالنسبة لما ذكرته عفراء الحبوري قبل قليل، الكثير من هذه النقاط تتحملها الحكومة، يعني في متابعة سواء كان القتلة أو الإفراج عن المخفيين قسريا من شباب الثورة. ماذا فعلت الحكومة بشأن التهيئة للحوار الوطني؟ وهم يقول لك حتى التوقيت كان خاطئ. أنا أعتقد قضية الحوار الوطني ليست مسؤولية الحكومة، الحكومة هي جزء من منظومة متكاملة. قضية الحوار الوطني هي جهد سياسي عام، لدينا رئاسة الجمهورية، لدينا الحكومة، لدينا الأحزاب، لدينا اللجنة الفنية للحوار، لدينا مجتمع دولي راعي لهذه المبادرة، ليست مسؤولية الحكومة. لكن النقاط المطلوبة من الحكومة هي أكثر من غيرها. النقاط التي يعني الحكومة اتخذت، يعني القيادة السياسية بشكل عام سواء الأخ رئيس الجمهورية أو الحكومة، قامت بخطوات تعتقد أنها يعني كانت تعتقد أن هذه الخطوات ربما تهيئ للحوار، وأنا أعتقد أنها خطوات كانت في الاتجاه الصحيح. رئيس الجمهورية أصدر قرار بتشكيل لجنتين لمعالجة أهم قضيتين كان يتم الحديث حولها في الساحة اليمنية بشكل عام وفي الساحة الجنوبية بشكل خاص، وهي قضية المتقاعدين، وهي القضية التي كانت هي السبب الرئيسي لتأسيس الحراك الجنوبي، قضية المسرحين والمتقاعدين العسكريين والمدنيين، والقضية الأخرى هي قضية الأراضي. هذه القضيتين التي طيلة السنوات الماضية وكان يتم الحديث أن هذه القضيتين هم أساس يعني المظلومية الكبرى على أبناء المحافظات الجنوبية. ألا تشعر أنه بهذا ربما يستفز الشباب هذا الحديث؟ أين مطالب الشباب؟ أنت تتحدث الآن عنها بقضيتين وكأنه متجاهل الشباب تماما. أنا أتحدث عن المطالب التي كانت ترفعها هذه القوى، أنا لا أتحدث عن مطالب شباب الآن، أنا أتحدث عن قضايا كان الحراك الجنوبي يتحدث عنها السنوات الماضية قبل أن نتحدث عن هذه القضية. هناك قضايا كبيرة لا تستطيع الحكومة أن تحلها أو رئيس الجمهورية أن يحلها. هذه القضايا التي يرفعها الشباب وترفعها القوى السياسية الجنوبية أو غيرها، هذه متروكة للحوار. إذا حلت الحكومة ورئيس الجمهورية كل المطالب، ما عاد الحاجة لندخل في حوار وطني. نحن أمام قضايا كبيرة تحتاج حوار وطني، شكل الدولة، النظام الانتخابي، قضايا كبيرة داخل البلد، هذه لا يحلها رئيس الجمهورية ولا تحلها الحكومة ولا تحلها الأحزاب. لماذا يعقد المؤتمر الحوار الوطني؟ لكي يقف أمام هذه القضايا. بالنسبة لما ذكرت الأخت حول موعد انعقاد الحوار في 18 مارس أنه يعني تغطي على الجريمة، بالعكس، هذه موعد انعقاد الحوار الوطني هو رد اعتبار لشهداء جمعة الكرامة. عندما يعني أكبر حدث سيكون في تاريخ اليمن المعاصر وهو مؤتمر الحوار الوطني الذي يعول عليه الداخل والخارج لحل كافة مشاكل اليمن وبناء ومراسم ورسم ملامح الدولة القادمة، يكون موعد انطلاقه هو موعد الجريمة التي راح ضحيتها الشهداء. أنا أعتقد أن هذا تخليد. نحن ما كنا نحلم قبل قيام الثورة أن نصل إلى مرحلة الحوار الوطني. يعني عبد الله صالح كان يرفض أن يحاور الناس حول القائمة النسبية أو حول سجل الناخبين، الآن نتحاور حول شكل الدولة. يعني فأعتقد أنه مؤتمر الحوار الوطني هو حدث تاريخي كبير. عندما يكون موعد انعقاد انطلاق مع جمعة الكرامة مع ذكرى شهداء جمعة الكرامة، هذا أكبر رد اعتبار. ليس هناك تغطية على جريمة وليس هناك يعني نقطة. نعم، نقطة مما ذكرت سأعود بها لعفراء.
النقطة الأولى أنه هو تخليد لذكرى الشباب، لذكرى المجزرة والشهداء، فمفروض أنكم تفرحوا بهذا التاريخ، هذا أولا. النقطة الأخرى هو يتحدث عن مظالم ويتحدث عن قضايا مرفوعة من قبل. أنتم الشباب الآن لماذا تأتون ترفعون مطالب جديدة وكأنكم تريدون تعطيل الحوار وكأنكم تريدون رفع سقف المطالب من جديد؟ هو يقول لك عن قضية جنوبية، قضية مبعدين، قضية أراضي، يعني قضايا أكبر من القضايا اللي ترفعونها أنتم. طبعا كان ممكن يعتبر تخليد لو كان فعلا حصلت محاكمات شفافة ونزيهة وظهر القتلة وتم محاكمتهم ومعاقبتهم، كان فعلا سيعتبر تخليد، لأن يوم 18 مارس هو اليوم الذي فعلا بدأ النظام بالتفكك من الداخل، كان سيعتبر تخليد لو فعلا عرفنا منهم القتلة وتم معاقبتهم. أما ما زالت الأمور غائبة، قتلة تم إخفاءهم، قتلة تم تهريبهم، مكالمات تم تسريبها من داخل الفرقة، بيانات، أسماء قتلة لا نعرف أين ذهبوا، شخصيات غريبة، الراعي ظهر له الفيديو المسجل وهو يتكلم عن الحادثة هذه، وما زال هو رئيس البرلمان، وربما كلهم ممثلين داخل الحوار. النقطة الأخرى بالنسبة للمطالب، من قال أننا نريد تعديل الحوار؟ بالعكس، نحن نريد حوار حقيقي، بل ونتمنى من كل قلوبنا ان يتكلل هذا الحوار بالنجاح. طيب ولا نرفع الرئيس مطالب جديدة. الرئيس شكل لجنه للمعالجه، يعني ايش هي حكومه هي حكومه لجان؟ كم معنا الان لجان من يوم ما تشكلت الحكومه؟ ما هي نتائج هذه اللجان؟ اين هي التقارير؟ اين هي المخرجات؟ اين هي المعالجات؟ لا تقول لي شكلوا لجنه، هذه ليست حكومه لجان تشكل لجان فقط. ما هي مخرجه هذه اللجان؟ الشيء الاخر بس بحكايه المطالب، منذ اليوم الاول للثوره ومطالبنا واضحه، لم تتغير اي مطلب، كل ما في الامر ان هناك مطالب انيه مرحليه تعتبر تمهيديه وتهيئه لدخول الحوار، وهناك مطالب فعلا لا يمكن ان تحقق الا عبر حوار وطني، اللي هو شكل الدوله، الانظمه الانتخابيه، هذه لن الدستور، هذه لن تتم الا عبر حوار وطني، لكن الحقوق لا تتم عن طريق حوار. طيب أستاذ علي العماد، في التهيئة طبعا أنت ذكرت من قبل التهيئة والنقاط العشرين، الكثير ينتقد الجانب معين في الحكومة، أو خلينا نتكلم بعض القوى السياسية على أنه هي المسؤولة عن تعطيل اللجان العشرين، النقاط العشرين هي التي لم تفعل شيء. في المقابل الحوثيون ماذا فعلوا من تهيئة للحوار الوطني؟ ماذا فعلوا بشأن السلاح؟ ماذا فعلوا بشأن اختيار إما أن يكونوا جماعة مسلحة أو يكونوا جماعة سياسية أو يكون حزب سياسي؟ ماذا فعلتم أنتم في المقابل؟ طبعا أولا يعني أعقب تعقيب بسيط على موضوع جمعة الكرامة. أنا أعتقد أن المقصود من التوقيت في هذا اليوم أولا هو إخفاء هذه الجريمة، لأن القوى كلها الآن الموجودة التي كانت جزء من الانتهاك في جمعة الكرامة الآن هي موجودة كأعضاء رئيسيين في مؤتمر الحوار، أغلب القوى موجودة الآن كأعضاء رئيسيين، والمحاولة هو يعني كما أشار أن هناك زخم كبير سيعطى المؤتمر الحوار حتى يغطي على هذه ما يعتبر يعني حتى يغطي على هذه الجريمة، حتى في المستقبل ستظل الذكرى خالدة لمؤتمر الحوار وتغيب قضية جمعة الكرامة. ما حدث بالنسبة يعني لأنصار الله أو من ما هو دورهم في التهيئة للحوار، أولا يجب أن يفهم هنا أننا لا نعول يعني كليا على موضوع الحوار الوطني، نرى أن التحرك الشارع، التحرك الشعبي الموجود، الضغط الموجود من قبل الشباب ومن قبل القوى الموجودة في الشارع هو المعول عليه كثيرا في تحريك أو في إنتاج حوار حقيقي، ولهذا نحن لازلنا ملتزمين بخيار الفعل الثوري الموجود داخل الساحة، ولن ننجر إلى التسوية السياسية بشكل كامل. أنا نرى أنه متى ما وجد ضغط حقيقي من قبل الشارع إلى متى ثورة كم تستمر؟ إلى حين أنا أقول حقيقة أن الثورة هي عبارة عن انقطاع عن الماضي وانقلاب، لم يحدث هذا الشيء فيما سبق، ولا زلنا في حالة تغيير طويلة الأمد ربما تنتج واقع أفضل في المستقبل، لكننا سنعمل حتى نحدث هذا التغيير، لأني أتفهم مطالب كثير من القوى السياسية وما فيها الحراك الجنوبي الذي لا يقبل بهذا الواقع الذي أنتج نفس المنظومة السابقة، أو كما يقال مبادرة أتت يعني لتجعل يعني القوى النافذة في السابق قوى النافذة في المرحلة. لكن لأول مرة في تاريخ اليمن أقول لك تعال معي على الطاولة وليس هنا، لا يوجد أي خط أحمر، لماذا التشكيك إذن؟ يعني أنا يعني كما أشرت سابقا أن هناك قوى كانت موجودة جزء من النظام السابق، هذه القوى عملت دائما على إنتاج يعني ظواهر صوتية تحت مسمى الحوار الوطني في المجتمع الدولي، يعني حتى في المجتمع الدولي. المجتمع الدولي يبحث من وجهة نظرنا أغلب ما في المجتمع الدولي والقوى الكبيرة في المجتمع الدولي هي تبحث عن مصالح وتحاول من خلال المصالح أن تجد منظومات كما حافظت على علي صالح والمنظومات السابقة سواء كان في مصر وفي تونس وفي كل القوى، هي الآن تبحث على ذلك عن مظلة لتحمي مصالحها في الداخل. أما بالنسبة لأنصار الله، أنصار الله أولا واكبوا
العملية الثورية إلى المرحلة التي رأوا فيها أن يعني ورفضوا أي قرارات تسوية سياسية ربما تسيء إلى الفعل الثوري أو يعني تجهض العملية الثورية، ولهذا رفضوا الولوج في كثير من التسويات السياسية ابتداء من المجلس الوطني انتهاء بالمبادرة الخليجية الآن في الحوار الوطني، لأننا نرى أنه قيمة يجب على اليمين أن يتحاوروا على أن يكون الحوار حوار بنا. اتجهنا إلى هذه المرحلة، موضوع السلاح، موضوع الحزب السياسي، حينما تتواجد القوة الدولة عفوا التي تكفل للآخرين الحقوق والحريات، التي تكفل في صعدة، التي تحمي الطريق يعني من صنعاء إلى صعدة، كذلك التي الدولة القانون، دولة كذلك التي تستطيع أن تعامل القوى السياسية والأطراف بعين واحدة، حينما يسود القانون سترى أنصار الله هم السباقون كما كانوا في اللجنة الفنية أو في الحوار الوطني الآن عبر قوائمهم، عبر قوائمهم التي تخلت عن أي يعني شخصية كانت شريكة في 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 عملية الانتهاكات في الفترة السابقة، بعكس بعض القوائم الموجودة التي نرى أكثر من يعني من النصف فيها لا زالت القوى السياسية تنتج نفس المنظومة عبر قوائمها الآن عبر الحوار الوطني. طيب نقطتان أنا سأعود إليك، لكن بعد أن نستطلع نتابع هذا الاستطلاع الذي أجرته الزميلة كفل هاشلي، سأعود إليك طبعا بالنقطتين وهي موضوع السلاح بوضوح وموضوع صعدة التي هي الآن تحت سيطرة الحوثيين، إذا بقى مجال حتى لا نشتت طبعا الموضوع، لكن لأنكم أكثر المطالبين بموضوع التهيئة وأنتم مطالبون أصلا بالتهيئة. إذا مشاهدينا الكرام نتابع هذا الاستطلاع الذي أجرته الزميلة كفاءة الهاشلي عن تطلع الشارع من الحوار الوطني. بالنسبة لتوقيت مؤتمر الحوار الوطني غير مناسب، لأنه أتى في يوم حزين وذكرى حزينة لشباب الثورة وذكرى جمعة الكرامة، كنا نتمنى أن يكون التوقيت في غير هذا اليوم، لكن إذا كان الذكرى أو التوقيت هي بشكل إيجابي فلا مشكلة. نحن نأمل أن يكون الحل أو المخرج السليم والآمن لكل اليمنيين الذي من خلاله سوف تتوافق الرؤى اليمنية جميع الأطراف، خاصة إذا أدرك الجميع أننا نتحاور على اليمن، على مستقبل اليمن. الحراك إذا شارك جزء منه بسيط في الحوار بيعزز الوحدة طبعا، وبيضعف من دور دعاة الانفصال في الحراك الذي يحملوا السلاح. نحن مع الحراك، نحن مع مطالبهم. الحوار الوطني غير مناسب، احنا غير مؤمنين بالحوار الوطني، ومطلبنا الوعيد هو الانفصال. القوة التي تريد أن تبني هذا اليمن المعطاء من المفروض عليها ألا تتأخر ولو ثانية واحدة إلا لطرق باب الحوار الوطني للخروج من هذه الأزمات التي تتوالى والخروج إلى اليمن إلى بر الأمان. إن شاء الله تكون مرضية، لكن أنا أتوقع أن نظرا لتباين في طرح وجهات النظر من فرقاء سياسيين ستكون طبعا غير مرضية لبعض الأطراف. الحراك الجنوبي يتمثل من قيادات جنوبية فعلية لها تأثير فعلي داخل في الشارع الجنوبي، وهذه القيادات لحد الآن معترضة عن إجراء عن المشاركة من حيث المبدأ حتى في حوار وطني. معي كمان القيادات الحوثية، لحد الآن القيادات الحوثيين ما هيش موافقة على المشاركة في حوار وطني. فالحوار الوطني مع أنا أرى أنه مع الأحزاب التقليدية التي هي مشتركة من قبل في النظام السابق واللاحق نفسها، يعني الحوار الوطني مع النظام نفسه. طبعا بعد أن تابعنا هذا الاستطلاع نعود إلى يوسف مرعي. يوسف مرعي، ألا يفترض بالشارع الجنوبي الآن أن يكون أكثر تجاوب وأكثر تفاعل مع موضوع الحوار الوطني، وهو على رأس قائمة الحوار الوطني وعلى رأس يعني أهم شيء في طاولة الحوار الوطني ستكون القضية الجنوبية، وكما ذكر الأستاذ راجح بادي قبل قليل أول ما شكلت اللجان هي معالجة القضية الجنوبية، كل من تحدث عن القضية الجنوبية، لماذا لا يتجه الآن الشارع بجدية إلى الحوار الوطني وإلى دعم الحوار الوطني؟ أنا أقول هل تعامل الطرف المستحوذ من 90 إلى اليوم أو هل قدم رؤية لحل القضية الجنوبية؟ يعني هذا يجعل الحراك أن يقف ويظل رافع شعاره المطالب بالسعادة الدولة وحق تقرير المصير. ثانيا كيف يطلب من شريك سلب منه كل شيء أن يقدم رؤية؟ أنا استغرب من النخب السياسية التي ما زالت تتعامل مع المجتمع
سواء شمالا أو جنوبا مع الشباب بنوع من الاحتيال الذي يعدونه ذكاء وبالثرثرة التي يعدونها معرفة. كيف يطلب مثلا من طرف سلمي أن يمارس النضال السلمي؟ يعني يطلب منا أن يمارس النضال السلمي وأن يكف عن العنف، بينما الطرف الآخر يملك المدفع والدبابة. طيب خلينا في النقطة الأولى. أنت ذكرت خلينا في النقطة الأولى. أريد أن أكون يوسف لا عشان ما نضيع في النقطة. أنت ذكرت في النقطة الأولى على أنه الذي استحوذ على الحكم من 90 لم يقدم أي رؤية للحل. الآن هناك عدة رؤى، وبما فيها الرؤى التي يجب أن نقدمها. من قال أنه لا يجب أن نقدم؟ لا، بالعكس، القيادات الجنوبية يجب أن تقدم رؤية. وذكر رئيس الوزراء الأسبق بأنه كان قدم رؤية وأنه لم يتفاعل معها، لكن الآن في الحوار الوطني سيناقشون كل هذه الرؤى. إذن هذا دافع أكثر إلى أن يكون هناك تفاعل مع الحوار الوطني، أنه هناك رؤى لمعالجة القضية أصلا. في مقولة كان يذكرها الدكتور حيدر أبو بكر عطاس، تجريب المجرب خسارة، وضع اللجنة الفنية 20 نقطة للتهيئة للحوار. ما الذي نفذ من هذه النقاط؟ ما الذي نفذ؟ يعني كيف أنا أقبل بالحوار بهذا الشكل؟ طيب أنا سأعود إلى الأستاذ راجح بادي بعد أن ظهرت طبعا الآن ليس حراك جنوبي فقط، بل حراكات أيضا أخرى وما يسمى بالحراك الاتهامي، وأيضا الجعاشن حتى طالبوا خلاق بالأيام الماضية بضمهم إلى الحوار، والكثير من هذه القوى المطالبة بأن تكون في الحوار الوطني. سأعود إليكم، سأعود لضيوف، سأعود لكم مشاهدين الكرام، لكن بعد أن نذهب إلى فاصل من الإعلان. أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد، أنتم تتابعون قضاياكم. هذه الحلقة التي خصصناها لما ربما سيتمخض عنه مؤتمر الحوار الوطني الذي يفترض أن يتم في هذه الأيام. أعود وأذكر بأننا سجلنا هذه الحلقة قبل انطلاق مؤتمر الحوار الوطني كما هو مقرر بعدة أيام، لذلك ربما يتغير شيء. أستاذ راجح بادي، كنت أتحدث معك قبل الفاصل على موضوع الآن هناك ظهر الحراك الاتهامي، ظهر ما يسمى بالحراك الاتهامي، وأيضا حتى قضية الجعاشين لم تعد قضية مطلبية بأنه لا أزيح عننا الشيخ الظالم كما كنا نسمع من شعاراتهم. الآن يطالبون بإدخالهم في مؤتمر الحوار الوطني. إلى أي حد هذا ربما سيؤثر أو سيشوش على المؤتمر؟ لا أعتقد أنه سيشوش. الحراك الاتهامي هو حراك، يعني على ما يقول أصحابه هو حراك حقوقي مش حراك سياسي. هناك مطالب حقوقية عادلة يطالبوا فيها، وعلى السلطات أن تسرع بمعالجة هذه القضايا التي حدثت في الحديدة. بالنسبة لقضية الجعاشين، هي قضية مظلومية ضد شيخ يرفعونها، ليست قضية سياسية، هذه قضية حقوقية المفروض تفصل فيها الحكومة، يفصل فيها القضاء. هذه ليست معيقات حقيقية أمام الحوار. هناك قضايا أكبر يعني لابد عليها أن يلتفت اليمن، وهذه قضايا أحيانا ربما يستغلها بعض الأطراف لمحاولة التشويش على عملية الحوار. يا أخي الكريم، البلد يمر بظروف صعبة، لابد أن تدرك كل الأطراف السياسية خطورة الوضع في اليمن. إذا حصل شيء للسفينة سيغرق الجميع. هناك من يمارس السياسة بعقلية المراهق في اليمن، بعض القوى وبعض الشخصيات للأسف لا تدرك خطورة أن ينجر اليمن لا سمح الله إلى مربع العنف أو شيء من 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 هذا القبيل. لدينا يعني سياسيون يعني في سن العجزة والكهنة، لكن عقولهم عقول مراهقة للأسف، لا يدركون خطورة مستقبل اليمن. وأنا أقول هذا الكلام وأشعر بمرارة وحزن عندما تجد أنه هناك شخصيات وقوى خارجية تشعر بخطورة مستقبل اليمن، بينما هناك أطراف سياسية وشخصيات سياسية معتقة لا تدرك خطورة هذا الوضع، تبحث فقط عن مصالح آنية، مصالح فردية فقط، لا تبحث عن طوق نجاة لهذا الوطن بكل أبنائه وبكل يعني فئاته السياسية.
نحن على اليمين جميعا ان يدركوا انه لا يستطيع اي طرف ان يعيش بمفرده في اليمن، علينا ان نقبل يعني ان نقبل بعضنا ان يقبل البعض ببقيه الكل لكي نستطيع ان نعيش في هذا البلد، وهذه هي سنه الله في الكون. هناك نقطة رئيسية فيما يتعلق بدور المجتمع الدولي في اليمن كنت أحب أعقب عليها على ما ذكره أخي علي، أنه هناك بعض القوى الدولية لديها مصالح في اليمن، هذا ليس عيبا أنه تكون هناك تقاطع مصالح بين اليمن والقوى وكل الدول، يعني نحن نبحث عن شراكة حقيقية مع كل دول العالم، نريد أن نعيش بعيدا عن العنتريات التي دفع اليمنيون ثمنها بسبب عنتريات النظام السابق والتصور الذي كان أو الوهم الذي كان يعيشه النظام السابق أننا دولة عظمى نستطيع أن يعني كنا أعتقد لأن مشكلتهم هناك ذاكرة ضعيفة، يعني أنه كان كل شهر أو شهرين لدينا مبادرة لحل المشكلة في الصومال لحل الحرب مدري في فين في الصحراء الغربية. نحن نريد الآن أن نلملم جراحتنا ونبني وطننا بعيدا عن هذه الأشياء. عندما يأتي جار أو يأتي صديق لكي يساعدك في عملية البناء نحن نرحب بكل هذا، لكننا ضد التدخل السافر لأي قوى سياسية أو قوى إقليمية في البلد سواء كانت أمريكا أو إيران أو السعودية أو أي دولة، نحن نرفض التدخل لكننا نبحث عن شراكة حقيقية مع كل هذه القوى. وهذا ما سأسأل عليها علي العماد رئيس اللجنة الفنية لإعداد والتحضير المؤتمر للحوار الوطني الدكتور عبد الكريم الإيرياني، قال بأنه هناك قوى سياسية داخل الوطن مدعومة من الخارج ودول من الخارج تريد تقويض الحوار الوطني، لا تريد الحوار الوطني أن ينجح. قبل ذلك الرئيس عبد الرب منصور هادي والكثير من المسؤولين في البلد سموا هذه الجهة إيران، وإيران متهمة طبعا بدعم الحوثيين أولا إلى جانب فصيل في الحراك. طبعا يعني هذه الشعارات أو عفوا هذه الأسطوانة سمعناها كثيرا من علي صالح، ليست يعني وليدة اللحظة، كثيرا يعني حينما يعني يكون هناك التزامات على السلطة تتجه إلى مثل هذه الشعارات الرنانة. يعني سمعنا عن سفن كثيرة، أنا لست هنا بصدد الدفاع عن إيران، يعني لها سفير ولها وزارة خارجية تدافع عن نفسها بمعرفتها، لكن سمعنا عن سأدافع عن من أنتمي إليهم، سمعنا عن سفن يعني تم يعني إلقاء القبض عليها إن صح التعبير في شواطئ ميناء الحديدة وميناء عدن، وكانت هذه يعني من مصادفة الزمن متجهة إلى أنصار الله الحوثيين الذين يسكنون في شمال الشمال، يعني من الجنوب إلى الشمال هي آتية كانت إلى أنصار الله. سمعنا كثير من الطرح يعني لم تسجل إلى الآن، يعني طالبنا إحنا بتحقيق شفاف، طالبنا التقينا يعني على المستوى الشخصي التقيت بالرئيس هادي، طالبنا أن يكون هناك يعني تعريف حقيقي لما حدث، لم يعني إلى الآن يعني نرى تهرب، لا نرى واقعية في الطرح، يعني هناك من يشرح أن يعني يحاول أن يصور لنا أن هناك أشخاص أو أن هناك يعني طرف ما يحاول أن يستفيد من هذه الصفقات، لكن إلى اليوم لم يتهم أنصار الله بشكل رسمي، لأنه لا توجد أصلا حقائق، ونحن نعي جغرافيتنا أين، نحن على حدود مع السعودية ومع حلفائها. جغرافيتكم التي تسيطرون الآن وخارجين أنتم عن نطاق الدولة في صعدة. طبعا يعني متى ما وجدت الدولة؟ نحن الآن يعني للأسف يعني دفعنا ضريبة يعني تغيب الدولة نفسها في صعدة، الدولة غيبت في صعدة بشكل يعني ممنهج عبر يعني ما هو موجود في صعدة كان موجود هو عبارة عن أجهزة جمعية، أجهزة التي يستطيع الحاكم من خلالها أن ينتهك حقوق الإنسان هناك، غيب نفسه من الناحية سواء كانت المدنية مؤسسة المدنية أو مؤسسة السلطة المحلية أو كل المؤسسات، استطعنا يعني للأسف أننا وجدنا مثل ما وجدت يعني فصائل محسوبة على الثورة في الجوف وغيره، أوجدنا بديل معين لمرحلة ثورة معينة. فصائل الثورة في الجوف سلمت للسلطات المدينة. لسلطتها نعم سلمت للسلطة، نحن لسنا جزء من المبادرة ولا نرى أن المبادرة الخليجية التي أنتجت نفس المنظومة هي السلطة التي وهي نفس السلطة التي علينا منها. والحال تسقط المحافظة؟ عفواً. والحال أن تسقط محافظة وتديرونها يعني نحن على كل حال ما هو موجود الآن في صعدة، هناك سلطة محلية، هناك محافظ منتخب، هناك كذلك كل الموظفين والعاملين باختلاف انتماءاتهم الحزبية الذي كانوا موجودين قبل يعني وصول أنصار الله إلى محافظة صعدة، يعني لم نسرح أي موظف، لم يعني كذلك لم نحاول السيطرة على أي مؤسسة، حتى البنك المركزي والأموال الموجودة في صعدة سلمت إلى يعني السلطة المركزية في صنعاء، لازلنا نتعامل مع السلطة على أنها قائمة،
ولكننا نرفض التحركات العسكرية في محافظة صعدة، ونرى أن من يحاول أن يضغط على أنصار الله لتسليم السلاح في المرحلة هذه هو يحاول فقط أن يوجد مبرر لحالة الانتهاكات. وسمعنا مؤخرا تصريح علي محسن الأحمر الذي قال فيه أنه لن يرحل إلا برحيل ملايين من الشارع اليمني وهم الحوثيين، يجب أن يرحلوا، أو كما علق بعضهم برحيل أحمد نجاد من اليمن. وهذا هو يعني هذا يوضح ما مدى أن هناك دولة إقليمية، الذي يعني أنا نحن مع مبدأ التعاون مع الدول الإقليم، ولا نرى أي مبرر للخصومة مع الدول الجوار، لكن نرى أن الدولة التي في الإقليم التي تدعم بعض القوى النافذة والدعم يأتي فقط يعني لمحاولة الدخول في صراع مع أنصار الله، هذه الدولة أو هذا الفكر وهذا يعني النظرية يجب أن تتوقف في ظل وجود الدولة. طيب عشان نرجع، أنا سأعود لك بعد عفراء الحبوري، لكن عشان نرجع إلى مؤتمر الحوار الوطني، ما الذي تأملونه أنتم حتى تعود صعدة أولا إلى حظيرة الدولة بشكل عام، وحتى يسلم السلاح الذي أنتم تريدون أن تكونوا في إطار حزب سياسي أو قوة سياسية؟ عفراء الشباب الذين يمثلون الشباب في لجنة الحوار في مؤتمر الحوار الذين يشكلون، هناك إجماع منكم من الشباب على مطالب معينة، وإلا كما تعودنا في الحوار يعني مع الشباب الذين تم اختيارهم لتمثيل الشباب، وإلا كما تعودنا من الشباب متفرقين ليس لديهم هدف، وبالتالي واحد يقدم رجل والآخر يؤخر رجل الأخرى ويعطل ربما الكثير من الأشياء التوافقية؟ بالعكس، من قال أننا لا نحمل هدف؟ نحن أكرر، نحن هدفنا منذ اليوم الأول إقامة دولة مدنية قائمة على الحكم الرشيد. أي شاب من الساحة، مطالبكم عشان السؤال بشكل آخر، مطالبكم كتبت وسجلت على شكل نقاط وقدمت إلى شبابكم الشباب الذين سيمثلونكم؟ يمثلون من اختارهم، هل ما اخترنا يعني اخترناهم احنا عشان نكون يمثلونا؟ يعني ايش معاكم انتم؟ حد؟ لا حد. من يعني من الذي عاد إلى الشباب وقال لهم اختاروا قائمة تمثلكم؟ وبالتالي لا أحد. يعني حتى الآن في شباب تواصلوا معي أنهم رافعين قضية على اللجنة الفنية للحوار أن الآلية المتبعة لاختيار الشباب كانت غير صحيحة، لم يعودوا إلينا لاختيار شبابنا، حتى الشباب الذي تم اختيارهم لم يتواصلوا معنا ولم يعودوا إلى الساحات ليقولوا نحن مثلا تم اختيارنا تعالوا نجلس مع بعض ونخرج برؤية نسجل نقاطنا، لم يعودوا إلى أحد مننا. الشيء الآخر، كل يوم اللجنة الفنية تصدر بيان تكذيب أن هذه الأسماء غير صحيحة، حتى بعد أن قمنا بإخراج المحاضر الموقعة من اللجنة السداسية قاموا بتكذيب الخبر وأن هذه الأسماء غير صحيحة، وما زلنا حتى اليوم نسمع تكذيبات أن هذه مجرد تسريبات وأن الأسماء غير صحيحة ولم تثبت حتى الآن. سؤال سأسأل فيه بداية يوسف مرعي، الآن هناك تسريبات، مش تسريبات، حتى الرئيس هادي ذكرها قبل أيام في عدن على موضوع الأقاليم، ستكون اليمن ربما من 6 أقاليم بما فيه إقليم عدن الاقتصادي المستقل، ماذا عنكم لهذه الرؤية للأقاليم؟ أعتقد أن الشارع الجنوبي سيظل رافع سقف شعاراته مهما نتج عن عملية الحوار وشكل الدولة. كان ينبغي على الرئيس هادي قبل أن يتكلم عن أقاليم أن يدرك أن تعثر عملية التغيير وعدم اكتمالها من خلال الوقائع المشهودة على الأرض، أن نخاف أن يفرض علينا شعار الحرب الحوار أو الحرب كما فرض كما فرض في عام شعار حد. لم يرفع هذا الشعار أحد، لا من خلال عدم تنفيذ من خلال عدم اكتمال عملية التغيير، ربما سيفرض كما فرضت شعار الوحدة والوحدة والمخرجات 93. نحن الآن تحدثت ربما البعض قرأها مخرجات مبكرة موضوع شكل الدولة وهو موضوع الأقاليم على الأقل، فبالتالي ناحية موضوع الأقاليم قابلين فيه ولا غير قابلين فيه؟ هذا المطروح خيارات الشارع الجنوبي هو الذي سيقرر. الشارع الجنوبي رافع سقفه استعادة الدولة وحق تغيير المصير. طيب الشارع الجنوبي، مع أنك أنت يفترض أن يكون هنا أحد الشارع الجنوبي هذا الموجود، أستاذ راجح بادي، موضوع الأقاليم ربما حسم الأمر فيه، هي قناعة دولية الآن موجودة، إلى أي حد ربما ستقنع الكل؟ لم تحسم أي قضية، يعني الناس ذاهبين إلى حوار، هذه القضايا كلها ستحسم. لكن بشر بها الرئيس هادي تحدث عنها، ستحسم في الحوار، يعني هي أحد الرؤى المطروحة للحوار، يعني الرئيس هادي أو غير الرئيس هادي ليس هو من يملك القرار في هذه القضية.
القرار هذا عائد لمؤتمر الحوار، هذه احد الرؤى المطروحه ان يتم تقسيم البلد الى اقاليم. اذا اتفق المتحاورون في مؤتمر الحوار الوطني على هذا التقسيم فسيكون ملزم لكافه الاطراف التي تحاورت على ما هي الرؤى غير موضوع الاقاليم؟ كل طرف المفروض ان يدخل مؤتمر الحوار ولديه رؤيه لشكل الدوله، يعني هناك قوى سياسيه اكيد ستدخل مؤتمر الحوار لديها رؤيه لتقسيم البلد الى اقاليم، هناك قوى ستدخل لديها رؤيه لتقسيم البلد إلى إقليمين فقط، هناك قوى ستدخل الحوار ولديها رؤية إنه البلد ليس بحاجة إلى أقاليم إنما إلى وحدة اندماجية كاملة، وأننا لم نجرب الوحدة الاندماجية إلا في عهد رئيس واحد فقط. فمن حق أي قوى أن تتبنى، يعني كما نحن لا نتضايق عندما يطرح أي طرف إنه مع فك الارتباط أو استعادة الدولة، لكن عندما يظهر أي طرف سياسي ويقول أنا مع الوحدة كذا انقلبت الآية في البلد وأصبح شيء عجيب أن القوى السياسية التي تطالب بالوحدة أصبحت هي يعني التي تضايق مشاعر الناس والدول الخائنة لليمن، يعني عكس ما يحدث في العالم. لدينا في اليمن هكذا أننا نستفز مشاعر الناس عندما نتحدث عن الوحدة وكأننا يعني مجتمع خارج نطاق العالم. فمن حقنا يعني كأننا لا ننفعل أو لا ننزعج عندما من يرفع شعار الانفصال، ونحن نعرف في أي دستور وفي أي دولة في العالم ماذا يعني الانفصال، يعني وما هو الجرم في كل دساتير العالم وفي الدول. لكن عندما يرفع طرف سياسي معين الوحدة الكل يغلط هذا الطرف السياسي. طيب. هذا من عجائب هذا القوى السياسية الخريفة في هذا البلد. عليا أنت إيش ما هي شكل الدولة الذي تريدونه في المرحلة القادمة بعد مؤتمر الحوار؟ لأن الأستاذ راجح ذكر موضوع الوحدة الاندماجية، ربما الإصلاح أيضا هو الإصلاح لم يحدد موقف إلى الآن. الإصلاح أنا لا أتحدث باسم الإصلاح، الإصلاح قوى سياسي فاعل في البلد وسيدخل مؤتمر الحوار برؤية لم يفصح عنها إلى الآن، ولذلك نحن لن نتحدث عن الإصلاح. عنكم أنصار الله شكل الدولة ما هي أو ما هو؟ يعني هو على كل حال إحنا داخلين مؤتمر الحوار وفق يعني حالة توافقية، يعني نبحث عن حالة توافقية داخل مؤتمر الحوار، ونرى أن موقف أبناء الجنوب هو يعني الدافع الأول لحل القضية الجنوبية حتى لبناء الدولة وشكلها في المستقبل. فمن المعيب يعني من الصعب أو من المعيب حتى أن نتكلم بأسمائهم، لكن نحن لنا رؤية سياسية طرحناها في فترة ماضية وكنا نرى أن الفيدرالية هي الحل، يعني الاتحادية. على أي أساس؟ كم إقليم؟ يعني متعددة، يعني ويعني لسنا بصدد من الآن أن نفرض رؤية معينة، لكن نرى لا تقدموا لا تفرضوا، لكن ما نريد أن يعني نعرف من نحن نأمل في الجنوب يعني أن نصل إلى حالة يعني توافقية وإلى فيدرالية، لكننا لازلنا نتفهم مطالب الجنوب الموجودة حاليا من وجود هذه القوى موازنة يعني تقريبا لا هذا واقع. أنا يعني أنا شخصيا يعني أتفهم موقف الجنوب الرافض لفكرة الوحدة في ظل وجود هذه القوى، يعني الشيء يعني هذا واضح، لكن ما هي أحلامنا؟ ما نريد أن نصل به فيما لو عالجنا كثير من القضايا؟ أكيد يعني نتمنى أن نظل تحت سقف واحد. عفرة الحبوري، طبعا أنا أعود إلى الثورة، لأنه البعض خاصة من الذين كانوا ناقمين على الثورة وغير مقتنعين بالثورة قالوا هذا نتاج الثورة، أنه مع أنه نحن نعرف أنه كانت المطالب موجودة، لكن هكذا يقال بأنه الآن ارتفع سقف المطالب بعد أن قامت الثورة، الناس بدأوا يطالبوا بالانفصال. كشباب ثورة أنتم إيش الرؤية التي لديكم لشكل الدولة؟ الشارع الجنوبي خرج طالب فك ارتباط من قبل الثورة، والحراك السلمي الذي ظهر منذ 2007 كان هو الملهم لنا، ولم تكن الملهمة لنا مصر ولا تونس، ولهذا لهم الريادة في الحراك السلمي ومطالبهم موجودة من قبل الثورة. إذا كان هناك بعض الأطراف ترفع سقفها فهو ليس نتيجة الثورة، وإنما نتيجة اغتيال الثورة أو قمع الثورة أو عرقلة عملية التغيير. شكل الدولة طبعا هنا في نهاية الوقت فقط عشان نستفيد. لو أردت وجهة نظري، طبعا أنا مع بقاء الوحدة لكن ليس بشكل بالاندماجية وليس بشكلها الحالي، وإنما فدرالية من إقليمين، دولة اتحادية من إقليمين. طيب أعود إلى الأستاذ راجح بادي، البعض تحدث بأنه مؤتمر الحوار الوطني، عشان نكون شفافين إلى درجة كبيرة، أنه مؤتمر الحوار الوطني أيا كانت نتائجه سيفرض في النهاية، ستأتي أوراق وستأتي نتائج معينة على الجميع أن يوقع عليها، هل هذا وارد؟ أعتقد من يقول هذا الكلام يعني غير مطلع على ما تعمله اللجنة الفنية للحوار والأمانة العامة للحوار. هناك لائحة وتم نشرها في وسائل الإعلام كيف سيتم اتخاذ القرارات داخل مؤتمر الحوار. لا يعني نحن نتحاور
والعالم كله يراقب ماذا يحدث. يعني لسنا في قاعة امتحان ثانوية ممكن أن تدخل برشام لزميل أو لصديق أو تسهيل عملية غش. نحن نتحاور برعاية العالم، العالم، مجلس الأمن، الدول الراعية للمبادرة، دول الخليج، القوى السياسية داخل اليمن، عفاريت الداخل وعفاريت الخارج تراقب كيف سيحدث هكذا. هناك آلية محددة. يعني ما يتم الآن هو ليس جهد يمني لحاله، هو جهد دولي. ما يحدث في اليمن هو جهد دولي. لا أعتقد أن العالم هذا الذي نجح في كل شيء سيفشل في عملية إيجاد آلية لاتخاذ قرار في يعني في دولة يعني يتحاور فيها قوى سياسية من دول العالم ما بعد الثالث. من يقول هذا الكلام لا يطلع على ما تعمله اللجنة الفنية للحوار، ما عملته الأمانة العامة للحوار. لا يستطيع أحد أن يفرض رأيه على أي طرف داخل اليمن. هناك آلية لاتخاذ قرار، نعم. هناك مجتمع دولي يراقب. لا يستطيع أحد أن هذه بس أعذار يسوقها البعض لعملية لتسهيل عملية التملص من عدم المشاركة في الحوار الوطني. أستاذ علي بنصف دقيقة فقط، أنت في البداية تحدثت أنك غير مؤمل كثيرا على مؤتمر الحوار الوطني، بينما الكل والمجتمع الدولي هناك حراك غير طبيعي معمول لأجل اليمن. سيتلخص ربما في الحوار الوطني، سيلخص عدة أمور، حل القضايا التي ذكرها الأستاذ راجح في البداية، إضافة إلى شكل الدولة، موضوع الانتخابات وموضوع الدستور. لماذا تقللون من هذا المؤتمر الذي العالم كله يشرف عليه وداخل فيه بطريقة أو بأخرى؟ نصف دقيقة فقط. طبعا حقيقة يعني هو الرسائل التي قدمها لنا المجتمع الدولي فيما سبق سواء كان على مستوى الداخل أو الخارج هي التي سببت هذه النظرة البائسة من المجتمع الدولي، وأكثر وأخص هنا يعني بالمحور الولايات المتحدة الأمريكية. يعني هناك ملاحظات أن المجتمع الدولي كان داعم للنظام صالح، المجتمع الدولي أنتج المبادرة الخليجية والتسوية السياسية التي أنتجت نفس المنظومة وأجهض الثورة. المجتمع الدولي كذلك أوجد يعني حالة الآن من التفكك وفرض الوصاية في سواء كان في الشمال أو الجنوب. المجتمع الدولي يحاول أن يجرنا إلى صراعات داخلية يعني تحت مسمى يعني إيران ودول بعض دول الإقليم أو أمريكا. المجتمع الدولي دائما يبحث عن وضع، أنا لا أقول أنه يبحث عن وضع يعني عن حروب داخلية، لكنه يبحث عن وضع متوتر يستطيع من خلالها التحرك ويعني إنتاج منظومة داخل اليمن حتى يستطيع من خلالها يعني السيطرة على كثير من مراكز القوى. أشكرك، تقريبا وصلت أو بالفعل. إذا أنا أشكر ضيوفي الكرام، نعتذر منكم طبعا لأنه أدركنا الوقت. مجددا أشكر ضيوفي الكرام، مستشار الإعلامي لرئيس الوزراء الأستاذ راجح بادي، شكرا أستاذ راجح، والأستاذ علي العماد عضو مؤتمر الحوار الوطني عن قائمة أنصار الله، شكرا. وأيضا الناشطة في الثورة الشبابية عفراء الحبوري، شكرا عفراء. والناشط يوسف مرعي، الناشط الشبابي يوسف مرعي، شكرا يوسف. الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام لطيب الاستماع والمتابعة. أعود ألتقيكم الأسبوع القادم بإذن الله بنفس الموعد. قبل ذلك أذكركم بإمكانية اختيار مواضيع للحلقات القادمة. إلى اللقاء.